وقعت وبصمت لهم، وهاي 6 سنوات أنا مشتكي وما محصل نتيجة. في وضح النهار وأمام أنظار السلطات الثلاث في دولة ولاية بطيخ، كما يحلو للعراقيين تسميتها بعد الاحتلال، تجري أكبر سرقة لأملاك المغتربين العراقيين لا سيما المسيحيين منهم بحيل قانونية وأخرى تحت تهديد السلاح برعاية متنفذين وميليشيات دون أي رادع قانوني، بعد أن سرقوا الجمل بما حمل من خزائن البلاد وميزانياتها الانفجارية. تعرضت إلى ظلم واضطهاد كبيرين على يد عصابة تمتهن سرقة عقارات العراقيين المغتربين والتلاعب بعائدتها. لم يكن ما ناشد به هذا المغترب إلا غيظ من فيض الظلم الذي مورس بحقه، وأمثاله الكثير ممن لم تصل قضاياهم للإعلام نتيجة التهديدات التي يتعرضون لها من الميليشيات التي تسيدت المشهد في البلاد، كما هو حال مئات العقارات العائدة لمسيحيين استولت عليها ذات العصابات المتنفذة في الحكومة بشكل ممنهج بعد عام 2003. قرب مطعم الساعة والذي تم الاستيلاء عليه من قبل مجموعة مزورين وضعاف نفوس. تصفية جسدية أو السجن على أقل تقدير، أساليب يتعرض لها مالك العقارات في بغداد وغيرها من المحافظات بترتيب من عصابات متخصصة في نقل وبيع ملكية العقارات، بتواطؤ موظفين في دوائر التسجيل العقاري بالتنسيق مع ضباط كبار في الأجهزة الأمنية وقضاة مرتشين. هذه العملية التي تقودها الميليشيات لم تكن بمعزل عما تعرض له أبناء المدن المنكوبة من مصادرة ممنهجة لعقاراتهم بعد حملة تهجيرهم منها، ولعل ما جرى في حزام بغداد وجرف الصخر خير مثال على حجم الكارثة التي عصفت بعراق الميليشيات الذي تفننت فيه الأحزاب مستخدمة شتى أنواع الجرائم من سرقة واختطاف لتمويل أنشطتها.